رجعنا. ف يعني كل ما نخرج بيه من المسألة انه ببين لكم بس وجهة نظري انه هذه الاشياء اصلا ثلاث ارباعها كاذبة على النبي بالقرآن وبالاحاديث الصحيحة التي توافق القرآن. اثنين، ان هي وضعت بلا هدف، ولم حتى الصحيح من الربع بقى الصحيح 25% صحيح، لم تكن لتوضع هذه احوال النبي الشخصية، يبقى ما كانش يجب ان توضع كرسول. قال رسول الله؟ لا، هو مين قال؟ زاد انا اثبت لكم دلوقتي في المثل الثالث النهارده انه في حاجات بقى لم يكن يريد ان يبلغها 100%. يعني انت منين هتقول لي منين جبت ان الرسول ما كانش عايز يبلغ ده؟ هقول لك انا 100%. بص يا عزيزي، ركز في اللي اقوله كده عشان هندخل بقى في المثل. خلاص احنا اتاكدنا بما لا يدع، للي عايز يتاكد، للي عايز يتاكد انه الحديث بتاع الاستدانه عشان نكون قفلناه ونتوفي عن درعه مرهونه وما عرفش يسد الدين كاذب بفعل القران والتاريخ والميراث اللي سابه، وانه كان يحبس قوت السنه ومليون حاجه تكذب الكلام ده. لكن عندهم لا، هو الحديث ما يهمش بقى اي حاجه، المهم يقول لك ايه، انه ما في هذين الكتابين وحي من الله. مش عارف ارد والله. طبعا هم عظماء وكل حاجه، بس مفيش عمل بشري اسمه وحي، مفيش عمل بشري بيجي له جبريل. العمل البشري يظل عمل بشري. اعلى درجات عمل بشري عيوني، انا بقول لك اهو، البخاري ومسلم اعظم عالمين في الحديث، بس بشر، والاحاديث هي قدامك. يبقى قول لي ده وحي منين؟ ولسه في حاجات هديها لكم الاسبوع ده، هقول هتشوفوا بقى. يعني لو اللي بيقولوا وحي دول هقول ايه؟ بس هم عارفين بقى. ندخل بقى في الموضوع الثالث، النوع ده من الاحاديث اللي هو تحت عنوان لماذا كتب. بس تخيلوا بقى، هيدلنا على حاجه كمان، عشان جات لي بقى الرسائل دي كتير اللي انا اشرت ليها قبل الفاصل، غير بقى الشتايم يعني كعادتهم في الدفاع عن الدين، يسبوا ويلعنوا عادي. لا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك طيب ما هو كان عايز الناس تبلغ الحدث ده فيبقى سنة. اولا هذا كذب، لان الحدث لو دين، فعل دين، سنة فعلية، حبيبي عيوني، يعلم رسول الله انه ابلغ من خلال الفعل، ابلغهم يعني، ان هذا دين. ولذلك تبين السياق الذي كان يفعله النبي تبين عظيم. زي ما قلت لكم، المشاكل الزوجيه اللي في البيت ايه فيها السنن عشان تتنقل يعني؟ ولو هي ليه ما اتنقلتش المشاكل الزوجيه اللي كانت في بيت السيده خديجه 13 سنه في مكه ولا عرفنا حاجه؟ هل الاسلام نقص شيء؟ في حاجه اتشالت منه؟ يعني بلاش كل اللي احنا قلناه الاسبوعين دول ولسه هنقول، شيل كده ان الرسول سب ولعن وقال لهم اللي انا سببته ولعنته مغفره لي، شيل انه سب ولعن الاثنين اللي دخلوا عليه البيت فكلماه ومش عارف ايه، شيل انه مات مديونا عند يهود، درعه مرونه عند يهودي، شيل الحاجات دي، في حاجه نقصت في الاسلام؟ الاسلام جرى له حاجه ما شاء الله كفر الله الشر يعني؟ ضعنا مثلا يعني؟ الرسول صورته بالعكس، صورته اتحسنت يعني، هو طبعا مش محتاج تحسن، هو رسول الله، لكن للاسف اساءوا اليه. فصوره الرسول زي ما هي، بل بالعكس بقت موافقه للقران، ما فيهاش الروايات الباطله دي. والاسلام زي ما هو دين يحض على مكارم الاخلاق، ما فيش سب ولعن، وما فيش، يا جماعه ازاي تقولوا كده؟ ده هو ده مش بس القران، ومش بس هو ما حبش يشتم اليهود والقريشيين، ده هو قال لهم انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. مكارم مش الاخلاق، المكارم. ولما كان بيوصي احد كان يقوله لا تغضب، انما الشديد ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. مش ده كلام رسول؟ ازاي هو يقول لي لا تغضب واجي الاقيه بعد كده بيشتم ويسب ويلعن على اقل حاجه؟ فانا لو انا واحد صحابي، طبعا اعوذ بالله ان ده كان حصل، اقول لرسول الله ما انت بتقول لنا امبارح لا تغضب وحضرتك بتغضب. ده كلام فاضي، ده كلام فاضي. بعيد بقى ان هو يعني ليه كتب، ده كلام فاضي فارغ ليس به شيء، بس اتوضع في فترة حساسة جدا، فبقى خلاص علامة ليبل، الرسول بيسب ويلعن موجود في البخاري. طب ما يتوجد في البخاري رحمة الله عليه وعمل اللي عليه، لكن اللي علينا ان احنا نقول انه غلط، غلط في غلط حصل، ما يتوجد، ايه المشكلة يعني؟ لكن بتقول لمين بقى؟ تبقى انت كده اللي زنديق، تقول لهم الرسول لم يسب ولم يلعن، تبقى انت زنديق. لا إله إلا الله، ماشي. فنرجع للسؤال، لو الحاجات دي اتشالت دلوقتي ما اتكتبتش أصلا، جات كده للبخاري قال لا أنا ده تصرف نبوي
بعيد بقى ان هو كاذب او صادق التصرف يعني، الحكايه كلها اقصد، اما كتبوش عارف ان ده مش مش حاجه عايز تتبلغ للمسلمين. ايه اللي ناقص في الدين يعني؟ ايه كلموا نفسكم، ايه اللي ناقص في الدين؟ شلنا كده ان الرسول بيسب ويلعن، ما فيش سب ولعن، عمره ما سب ولعن، كان خلق القران. حاجه نقصت عليك في الدين؟ ده زاد، ده اتحسن الدين. الرسول ما ماتش درعه مرهون عند يهودي، اللي هو اليهودي اللي مش موجود في المدينه اصلا، كانش فيه ولا يهودي في المدينه، كذب. لكن احنا شلنا الحديث ده، الرسول لم يمت ودرعه مرهون عند يهودي. ماذا حدث في الاسلام؟ اهتزت اركانه يا جماعه، اللي اقنعكم ان اصلا ده سنن او منكرها او مناقشها او ناقدها عنده عداء للاسلام، اللي اقنعكم ده اكيد في يعني مش هقول عشان ما تجيش في ناس تانية، اللي أقنعكم بكده مخطئ. دي مش سنن ولم تكن لتكتب، وأغلب ما كتب في هذا الأبواب في هذه الأبواب كاذب أصلا، والصادق منه لا يجب كان لم يجب أن يكون قد كتب أصلا. قولا واحد. تعال بقى أرد على السؤال الأهم اللي أنا قلته في أول بعد الفاصل. منين عرفت يا أستاذ اللي هو أنا يعني بيجي لي بقى السؤال ده، إن الرسول ما كانش عايز يبلغ إن ده حالته النبوية، إنسان رايح وجاي وبيكلم أصحابه وبيكلم زوجاته مش عايز ده يتبلغ؟ أقول لك أنا منين، كذا حاجة بقى ورا بعض، وهديك عليها مثل بحديث نفس الوضع هناخد منه، إنه لماذا كتب اتنين، وهو طبعا إساءة اتنين، المهم بقى فيه البوينت إنه مش عايز يبلغ الرسول. بص يا عزيزي، الرسول إذا أحب أن يبلغ أمته شيء أولا قاله من غير ما يعمله. يعني لو دلوقتي الرسول عايز يقول لنا أنه يمكن للمسلم أن يمشي في الشارع، أنا بقول لكم المثل ده بس عشان ده هنقوله، ممكن للمسلم أن يمشي في الشارع وهو جنب، جنب يعني حصلت علاقة زوجية بينه وبين زوجته وبعدين جاله مشوار سريع فلبس ونزل، مفيش نجاسة خالص بالمناسبة، يعني اللي طلع أفكار النجاسة دي الفقه، مالناش دعوة بالفقه، فلبس ونزل. كان هيقول يا جماعة بالكلام المؤمن له أن كذا، خلاص وحصلت عشان بقى ترتاح خالص. شاف صحابي اللي هو أبو هريرة بيخنس كده منه في المسجد، فقال له تعالى أنت في حاجة؟ قال له يا رسول الله أصل أنا نجس. شوف هو سماها نجاسة. فقال له المؤمن لا ينجس ابدا، يعني انت مش الوصف نفسه غلط، مش نجس، حكايه انك جنب دي يعني لم يغتسل بعد العلاقه الزوجيه، ده حاجه عاديه ممكن تحصل، عدلنا العيب كده. ده لو هو دين عايز يبلغ، تمام، لان ده دين، جزء الغسل شرط لطهاره البدن عشان شرط للصلاه لاي حاجه بقى، فده دين انا عيوني. لكن تخيل لو حاجة هو ملهاش علاقة انه يريد ان يبلغها وفجأة اتحكت عنه، وامتى بقى؟ ليس وهو حي، بعد مماته. السؤال، هو وهو حي تركها كل فترة حياته لم يبلغها، يبقى ازاي كان عايز يبلغها للمسلمين كلهم اللي عايشين معاه اللي هم الصحابة فضلا عن التابعين له بعد آلاف السنين، اذا هو لم يبلغها طول وقته؟ حكاية وحصلت شخصية جدا وما بلغهاش ابدا لحد، بعد ما توفى اتحكت الحكايه، والله ده انا كنت قاعد جنب رسول وقال كذا كذا. هو ما كانش عايز اكيد يبلغ الكلام ده، لانه اولا كلام اكيد مش في الدين، اكيد كلام يخص النبي وليس الرسول. اتنين، لو كان يريد حتى ان يبلغه كان قاله، هو اللي قاله، قال والله انا كنت بالامس كنت مع مالك انس بن مالك وحصل كذا كذا، ايه المشكله؟ اتنين بقى في حكايه التبليغ، تخيل الحكايات دي عملت ايه؟ اقول لك مثل لطيف قوي. مثلا لما ناقشنا ايات القران في الاسبوع اللي فات، مثلا ربنا بيقول واذا اسر النبي الى بعض ازواجي حديثا، ايه يا فندم؟ اسر سر، فهي زوجه من الزوجات راحت قالت لناس تاني، لزوجه تاني، فالرسول قال لها انت ليه قلتي للزوجه التانيه؟ قالت له من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، ربنا قال لي ان انت قلتي. ده موضوع كان كبير، مش موضوع كلام ازواج يعني، بس هو اصلا ايه يا فندم؟ سر، صح كده؟ وهو زعل الرسول انه السر طلع، حلو كده؟ انت عملت ايه بقى في الروايات؟ قلت السر واثبتته
وكتبته، يعني اللي أغضب الرسول من شخصة أنت خليته الملايين الأشخاص يعرفوه، لأن أنت قلت وقالت حفصة ومش عارف، قلت السر بقى علني للبشر كلهم. يعني ده خلاف مراد رسول الله، مش بس ان هو مش عايز يبلغه، لا ده هو غضب من تبليغه. انت خليته عادي عادي. لما الرسول وقعت زواج السيدة زينب، وانا هعمل لها حلقات لان هي مكذوبة عليه فيها بشكل ان هو يعني ايه، قال له طلقها عشان يتجوزها، مكتوب كده وهبقى اقرا لكم العكس اللي حصل يا فندم. فانت عملت ايه بالحكاية؟ يقول لك العكس اللي حصل زي على السريع كده، طلق هو قال له هي ما خلاص مش عايزاك، وبعدين ما قدرش يقولها له فقال له امسك عليك زوجك خليها هي، حبا في زيد يا ابنه كان يعني بيقال لي زيد بن محمد. فهي اصرت سيده زينب، قال له طب خلاص هي مش عايزه. فسيده زينب حصل ان هي اللي اشارت، ومن من القرشيين ومن الكفاءه يعني، وهي بنت عمه وبتاع، فقال لها ده لو هيحصل هيقولوا عليا، خلي بالك من الكلام، هيقولوا عليا طلقتك من زيد عشان ده. اللي خشي النبي انه يتقال هو اللي اتقال. انت متخيل الروايات دي عملت ايه؟ يعني اللي الرسول قال لا بلاش، احسن يقولوا كذا، ام احسن يقولوا كذا، ده هو اللي اتكتب. وفسروا الايه كده، حتى قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كانها الطلاق والجواز ليهم علاقه ببعض. مع انه ابدا ما حصلش كده، الفكره انه خشي الرسول انه يقترنوا ببعض. وتخشى الناس والله حق، انت فاهمني؟ فراح ده اللي مكتوب. الروايات عملت عامله، روايات النبي الشخصيه عكست مراد ما كان هو يريد، ان تظل شخصيه. وفي ادله كتير، بس انا هديك بقى دلوقتي بدل الاولاني والتاني دول واحد عملي بقى. عملي. اسمع الحديث ده. او هم مسمينه يعني حديث. الباب كده اولا كتاب اسمه كتاب الغسل، انا ما عنديش مشكله ان الغسل جزء من الدين. بس ركز في حاجة بقى، ركز في حاجة، وده سر في الحديث. الغسل ده فعل شخصي خالص. القرآن بمناسبة اللي بعتين رسائل بيقول لي وازاي نعيش وازاي نعرف ناكل ونشرب ونعمل ازاي طالما ما خدناش الحاجات دي، اللي هو كأنك مثلا مخلوق في الصحراء، مفيش دنيا. لا، الحاجات دي حبيبي بالفطرة وبالتعلم العادي، مش محتاجة رسول الله. يعني انا اسف، يعني كان احمد بن حنبل له طريقه كده اعجب من العجب، انا ما اعرفش ده ايه بالظبط، انا ما اعرفش ده ايه. ما يعملش حاجه الا لو جاله حديث الرسول عملها. فلما ظهر البطيخ فقال لك انا ما اكلش البطيخ. ليه يا استاذ يا شيخ يا امام احمد؟ قال لك لاني لم اعلم ان رسول الله قد اكله، او كيف ياكله. نعم، ايه الكلام ده يا جماعه؟ ده ما يعني ايه الكلام ده؟ مش عايز اتكلم. المهم الطريقة دي ليست هي الاسلام. حياة النبي الشخصية ملهاش اي علاقة انت تعرف ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي ينام، ايه الكلام ده؟ تاكل وتشرب وتنام مالك؟ انما مش واجب ان نعرف الرسول عمل كده ازاي. لا طبعا، لا طبعا، خلاص، لان الحاجات دي بديهية خلاص. فالمهم هقول لكم حاجة بس عشان نلحق، حتى لو ما لحقناش نبتدي بكرة بالحديث ده. الغسل من الدين، ايوه. طيب بيتقال ازاي؟ ان الرسول يقوله. طب الرسول قال الوضوء وشافوه بيتوضى، ركز في دي بس لحد ما نكملها بكره. فالرسول شافوه بيتوضى فعملوا السنه العمليه بقى، دي سنه فعليه انه يقلدوه خلاص. هل ممكن الرسول يشوفه بيغتسل؟ مستحيل، عيب نقول كده يعني. طيب هل الرسول حكى الغسل؟ قال لك اقف بقى بجنبك وجنبك وجناء اللي انتوا الناس اللي يعني اللي موسوسه في مساله الغسل والمتجوزين، هتلاقيهم عارفين القصه دي. طب ما حكاهوش، ما فيش ولا حديث الرسول حكى ما يسمى سنن الغسل. طب يبقى عايز ايه الرسول؟ عايز ما يقول لنا ان الغسل مش من الدين؟ ابدا. عايز يقول لنا ان الغسل زي ما جه في القران، انه كلمه فتطهروا، وانتوا مش محتاجه كلام، ما فيهاش سنن ولا فروض. الغسل هو نزول الماء على البدن، مش قصة. فما عملهاش الرسول لأنه مستحيل طبعا يعملها قدام الناس، وما قالهاش لأنه مش محتاجة نباهة. قوم اغتسل، قول لواحد في الصحراء من قبائل أفريقيا قوم اغتسل، خد شاور، هيحصل إيه؟ هيروح هيعملها، مش محتاجة سنن ولا قصص. لا،
لازم تبقى فيها قصص. طب الرسول لا قالها ولا عملها، عرفناها منين؟ عرفناها من اللي اتحكى عنه بعد ما ماتوا. طب هو لو اتحكى عنه بعد ما ماتوا هو ما بلغوش ليه؟ يعني هو عاش وتوفي وما قالش الصحابه يغتسلوا ازاي؟ يعني الصحابه ما كانوش عارفين الغسل ايامها؟ طبعا كانوا عارفين. طب كانوا بيعملوا ازاي؟ من غير سنن ولا فروض. بيعرف ان الغسل زي ما قال القران، غسل اقف تحت الميه اغسل الموضوع. لكن اللي بقى اللي انتوا سامعينه ده كله، والنص اليمين والنص الشمال، ويعمل بايده مش عارف ازاي، كل ده ظهر بعد عشرات السنين من وفاته. هو ما قالوش ولا كان عايز يبلغه، ولو كان عايز يبلغه لو يا اما كان قاله يا اما كان استغفر الله العظيم عمله، وده مستحيل. ولا قاله ولا عمله، انها مش محتاجه نباهه. احنا مش قرود في الغابه، احنا بشر عارفين الكلمه معناها ايه. اغتسل يعني اغتسل، خلص الموضوع. فانتوا بتتكلموا عن حاجه 100% هو لم يقصد ان يبلغها، واللي عنده دليل يقول لنا. لو كان عايز يبلغها في حياته كان لازم يقولها، ده دين. بس هو قالها ازاي؟ قالها زي ما قال القران. انت يعني زي ما هحكي لكم حكايه دي بكره عشان ما فيش وقت، اللي هي لما دخلت واحده تقول للسيده عائشه كيف اتطهر من الحيض، فهو الرسول اجاب عليها اجابه مهمه جدا، قال لها سبحان الله تطهري مالك، تطهري الكلمه باينه ولا في كلام. لكن ازاي ده لازم تتحط ولازم يبقى ليها فروض وتقعد 87 دقيقه في الغسل ازاي يعني؟ المهم يعني المثل بقى نبتدي بكره، اللي هو زي الغسل كده، لان هو باب الغسل كتاب الغسل. ليه؟ نتاكد ان الرسول لم يكن يريد ان تكتب هذه الاحاديث على انها حديث في الرساله. دي افعال الشخص التي لا يجب ولم يكن يجب ان تكتب، فضلا انها اساءه. كمل بكره اشوفكم.